السلام عليكم شباب، اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم. ودي النهارده نشرح بعض الحيلة وبعض الخدع اللي تقدر تعملها في تطبيق واتساب. متنسوش طبعا الاشتراك بالقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. نبتدي مع أول خدعة نقدر نعملها في تطبيق واتساب. أول خدعة نقدر نعملها في تطبيق واتساب هي خدعة تغيير الصوت في تطبيق واتساب. الخدعة ديت هنعملها باستخدام برنامج هسيب لكم اهو بتحميله اسفل الفيديو، برنامج Voice Changer with Effects. هنشوف دلوقتي طريقة ارسال الصوت باستخدام برنامج. هنضغط بمنتهى البساطة على علامة المشبك، هنضغط على مقطع صوتي، هنضغط على البرنامج. هنضغط على العلامة دي عشان يبدأ معايا التسجيل. هنسجل أي صوت وبعد كده نضغط مرة تانية على الإيقاف، وبعد كده نحدد الإيفكت اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا الإيفكت ده كده. اضغط على علامة صح. بعد كده نضغط على إرسال. بعد كده هيتم إرسال التطبيق المقطع الصوتي مع الإيفكت. دي كانت أول خدعة معانا من خدع تطبيق واتساب. نتيجة بعد كده تاني خدعة، تاني خدعة معانا في تطبيق واتساب هي خدعة فتح حسابين في واتساب. الخدعة دي هنستعملها باستخدام برنامج بارلل سبيس. هسيب لكم طبعا اللينك بتاع كل البرامج أسفل الفيديو. هنفتح البرنامج، البرنامج بيضيف عليه نسخة تانية من تطبيق واتساب بنفس نمرة التليفون، بس المحادثات اللي هتعملها هنا غير المحادثات اللي هتعملها هنا، والشخص اللي هترسل له هيظهر عنده حسابين واتساب بنفس الرقم. ادي اهوت الواتساب التاني، طبعا دوت واتساب تاني بدردشات غير الدردشات التانية خالص. نتيجة معانا لتالت خدعة في تطبيق واتساب. تالت خدعة معانا في تطبيق واتساب هي الملصقات، والملصقات ديت هنستخدم الملصقات بطريقة رائعة وشكل مختلف باستخدام تطبيقنا مع ايموجي ارت وايموجي لتامبيكا. هنشرح كل تطبيق بالتفصيل. ايموجي ارت هنبتدي بيه. تطبيق دوت فيه بعض الملصقات الجاهزة بشكل مختلف اللي نقدر نرسلها في أي وقت. لنفرض مثلا عايزين نرسل ده، نضغط على علامة المشاركة، نضغط الشخصية اللي احنا عايزين نشاركها على الواتساب، وهيتم إرسال الرسالة. نتيجة بعد كده للتطبيق التاني هو ايموجي ليتر ميكا على هامش الملصقات. سوش طبعا الاشتراك بالقناة وصل الفيديو ده من سلسلة في هاتف الأندرويد اللي عايزين تتابعه. طبعا هنا التطبيق ده بيصنع الملصقات على شكل حروف وكلمات. عفوا هنا في مشكلة في حذف الحروف، هنحذف كل الكلام دوت. هنكتب أي كلمة مثلا، ليكتب مثلا كلمة ويلكم، ونحط هنا رموز التعبيرية أو الملصقات اللي احنا عايزين الكلمة تتكتب بيها. مثلا لو كتب فيد مثلا نحط الملصقات ديت، مثلا هنلاقي ان الكلمة اتكتبت معايا في الملصقات اللي انا عملتها. اوقات نقلب فيها، بعد كده نضغط على اضافة، نضغط على مشاركة، نضغط على نسخة. بعد كده هو اتنسخ معايا في الحافظة، اقدر اكتبه في اي رسالة على الواتساب. نضغط على لصق أو كلمة طبعت معايا هنا في رسالة على الواتساب. بعد كده تالت خدعة في تطبيق واتساب هي خدعة تغيير الخط في واتساب. خدعة تغيير الخط في واتساب، هنخش على التطبيق علشان نعرف
كيفية استخدام الغلاريد. خدعي الطريقة خط في الواتساب، مثلا نكتب كلمة الو. كتير من الناس مش عارفين ان احنا لو ضغطنا على الكلمة دي شوية وبعد كده ضغطنا على التلات حاجات دول بإمكاننا ان احنا نغير الخط ونخليه كمان يعني مائل، او حددها تاني هو تقعيد مائل. نقدر نعمل فيه حاجات كتيرة قبل ما نرسله ونغير الخط فيه. بعد كده نتجه لخامس خدعة في تطبيق واتساب. خامس خدعة معنا في تطبيق واتساب هي اللي ما يعرفهاش ناس كتير، هي كيفية إرسال تطبيق عبر واتساب. هل ينفع إن احنا نرسل تطبيقات؟ أيوة، بطريقة سهلة ممكن كتير من الناس ما يكونش عارفينها. أول حاجة احنا بنحمل التطبيق من المتصفح. بعد ما نحمل التطبيق من المتصفح بنضغط على علامة ديت، يكون التطبيق عندي في صورة ملف أو مستند. بعد ما نحمله من المتصفح بنضغط على مستند، هنرسل التطبيق زي أي مستند موجود معايا في التنزيلات. وليكن مثلا هرسل تطبيق اي سي ماركت. تطبيق اي سي ماركت اللي أنا حملته تنزيل التطبيقات المجانية، بسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو. ده متجر لتنزيل التطبيقات المجانية. أوت اي بي كي بيتحمل معايا على الواتساب. وبكون كده انتهت الخدعة بتاعنا، بتاعتنا في تطبيق واتساب. طبعا ما تنسوش الاشتراك بالقناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو واجهتك أي مشكلة مع الحاجات دي راسلني في التعليقات، هكون موجود معاك ونشوفكم على خير.